الباحة انتشر خبر إعلان وفاة البلوجر طيبة العلي أو طيبة علي، أبوها خنقها وموتها وهي من الديوانية، وقصة طويلة وكل الناس حكت بيها، وكل من صار يعرف طيبة والكل صار عنده يعرف القصة من البداية، والكل صار يتفلسف في التواصل الاجتماعي، كلهم صاروا فلاسفة وكلهم صاروا يعرفون طيبة. زين خلنا نسمع أنا وياكم طيبة شلون دا تحكي ويا أهلها. انطوني البصمة. كنت بقيت بتركيا أنا ما راح، ولهذا يوم أنا ما راح. المفروض أنت أكثر واحد ترضى لأن تعرف ابنك شو مسوي فيها. أنا مفروض أكثر واحد. أنا بقيت أبوي صدق يحكي يعني يجي الموضوع حين عنده يعني؟ شوفوا بش حل الموضوع. أي بابا؟ حين خلي ياخذ مرته ويطلع. أي؟ أنا أطلع وأنتي تصرفي نصرفي. إي هاي عاد ايش أبوي بنفسه اللي قال، أبوي بنفسه اللي قال أني أدري كرار مسويها ومتحرش ليش، وأنتي بنفسك قلتوها بس قلتوا نتناسى. قلتوها لو لا يمه؟ قلنا. يعني أني ما راح أقول غير بس الله يرحم طيبة. بس يا أب يا أم، من تجيك بنتك مراهقة وتقولك أخويا ابن عمي قرايبي أبويا اتحرش بيها، لا تروح تأذيها وتقتلها، لا تبسطها، وحقق بالموضوع، لا تصير مثل الحصان الشادي لحذوة بس قبل قبل قبل، حقق بالموضوع. أما طيبة هسه راحت يم رب كريم، طيبة خوش بنية مو خوش بنية بعد هذا الموضوع ما ينحكي بي، بس أني أريد أقول للبنات ماكو أحسن من بيت أهلك. ترى لا عبالك وتقشمرك فلانة وتقشمرك علانة وتقولك تعالي احنا مثلا بفلان منطقة احنا بتركيا واخذين راحتنا ومتونسات. ترى ما متونسات، لا ترى مذلولات بالديسكوات.